تطور جديد في قضية أليك بالدوين يفتح الباب أمام محاكمة غير مسبوقة للممثل الهوليودي بعد رفض قاض أمريكي محاولة بالدوين إسقاط تهمة القتل غير العمد في قضية إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز عام 2021 أثناء تصوير فيلم راست. محامو بالدوين جادلوا بأن لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة المحلفين الكبرى للممثل كانت زائفة، حيث فشل المدعي العام بولاية نيو مكسيكو بإقناع المحلفين في استجواب شهود الدفاع وسماع أدلة مفيدة للقضية بحسب وصفهم. القاضي وجد أن عمل هيئة المحلفين لا يشكل تحيزاً ضد بالدوين، لذا من المقرر أن يمثل الفنان للمحاكمة اعتباراً من 9 يوليو في ولاية نيو مكسيكو بسبب انطلاق رصاصة من المسدس الذي كان يحمله، ما أدى إلى مقتل هاتشينز. وقد يواجه النجم الأمريكي أقصى عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهراً إذا أدين بعد المحاكمة.